الآن يا لينا، هناك تصريح جديد للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد هذه الاستهدافات العنيفة داخل قطاع غزة والتي استهدفت عمارات سكنية بشكل متتال. يقول المتحدث باسم كتائب القسام: نحذر العدو إن لم يتوقف حالا عن قصف البيوت الآمنة سنعاود قصف تل أبيب. إذن هذا هو تحذير صريح من أن استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي للبيوت وتدميرها فوق رؤوس ساكنيها يعني أن القسام سترد بصواريخ جديدة ستنطلق نحو تل أبيب. نعم نبيل، هل لك أن تعيد تذكير؟ يبدو أن الأمور تصاعدت مرة أخرى لينا في القطاع. نعم، هل لك أن تعيد التذكير تحديدا في موقع الغارة الإسرائيلية برج مشتهى مقابل مجمع أنصار؟ هل لك أن تذكرينا مجددا؟ نعم، يعني هذه العمارة السكنية خلف برج مشتهى خلف مدينة مشتهى. غزة مقابل مقر أنصار الحكومي. نعم، خلف برج مشتهى ومقابل مقر أنصار الحكومي، ومكونة هذه العمارة من 4 طوابق فيها شقق سكنية، فيها مؤسسات، مؤسسة منها لرعاية الأيتام. تحت هذه العمارة هناك مكاتب لبيع القرطاسية، إضافة إلى وجود مكتب للدعاية والإعلان أيضا في العمارة السكنية في التي تم تدميرها بشكل كامل. ولا ندري ما هو السبب وراء استهداف الجيش الإسرائيلي لهذه العمارة، لا يوجد أي سبب فعليا في هذه العمارة، يعني لا يوجد أي هدف أمني يمكن للجيش أن يتذرع به لاستهداف هذه العمارة غرب مدينة غزة. نعم، وبالتالي التصعيد الإسرائيلي مستمر على القطاع. رأينا كيف تم قبل قليل استهداف 3 طوابق من عمارة سكنية دون أي تحذير مسبق أمام عيادة الرمال ووزارة الصحة، وهي منطقة سكنية مكتظة بالسكان. هذا القصف خلق حالة من الذعر الشديد في صفوف المواطنين في المنازل المجاورة التي تضررت أيضا لينا بفعل القصف، ودخل إليها الدخان الناتج عن هذا الانفجار، ودخلت إليها الأحجار وشظايا أيضا الصواريخ التي انطلقت نحو 3 شقق سكنية في تلك العمارة المقابلة لوزارة الصحة، والتي خلف هذا الاستهداف استشهاد مواطن وابنته في هذه العمارة في شارع الوحدة وسط مدينة غزة. هناك حديث أيضا عن قصف بيت في منطقة بيت لاهيا شمال القطاع. هذا القصف أسفر عن وجود شهيدين لينا، وبالتالي نرى أن أعداد الشهداء ترتفع في هذه الدقائق جراء استهدافات متتالية في وقت قصير لعدد من المنازل والعمارات والشقق السكنية في مدينة غزة غرب المدينة وسط المدينة وأيضا في شمال قطاع غزة. في منطقة بيت لاهيا تم استهداف 1 البيوت ونتج عن هذا الاستهداف شهيدين. وكان أيضا لنا قبل قليل استهداف جديد أيضا لمنزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ولا ندري إن كان هناك إصابات أو جرحى أيضا في هذا الاستهداف.